المئات من الأشقاء التوانسة تجارا كانوا أمس سواق شاحنات قضوا الشهر الفاضل كله في التنقل بين الجزائر والبلد الأم للاسترزاق وقضاء حوائجهم، حيث يشاركون أشقاءهم الجزائريين موائد الإفطار في صورة تعكس عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين. نشكرهم برشا 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 برشا، وهذا مش غريب على الشعب الجزائري وكذلك على الشعب التونسي. معناها باش تعرفوا ان رانا اخوه من قدم مش من توا. يفرحوا بينا وين نجوا نلقوا مائدات افطار، ما واحد ما نجمش حتى ياخذ حتى حاجه بفلوسه، كل ما شاء الله معاتهم اخوتنا وبارك الله فيهم وما شاء الله عليهم. عملنا مائده وافطرنا على كيف كيف، نفرح بينا وبارك الله فيهم. لا يحس الاشقاء التوانسه بالاغتراب والبعد عن الوطن هنا في مدينه عين فكرم بأم البواقي، لان المطبخ التونسي لا يختلف كثيرا عن نظيره الجزائري، حتى ان الاطباق المقدمه للصائمين في رمضان تكاد تكون نفسها على غرار شربة الفريك او الجيشة. يعطيكم الصحة، فطور باهي، شربة بنينة، مشي حرة باهي، يعطيكم الصحة وان شاء الله ديما فرحكم ديما. ما نتخالفوا حتى في شيء كعادات كتقاليد، وكلهم فرحوا بينا يعطيهم الصحة في الفطور، يعطيهم الصحة. الفعل التضامني صفة متأصلة عند الجزائريين، فهي لا تقتصر على شهر الصيام فحسب، بل نلمسها في حياتنا وبشكل يومي.